هي زيدة ممثلة قديرة وكبيرة ونحبوها برشا ونقدروها برشا، وبنت إيه في ماما غادرتنا وتوحشناها برشا برشا. نحكي لكم على لطيفة القفصي. مرحبا مدام لطيفة. عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بالفريق اللي عامل معاك، ومرحبا بكل مستمعي إيه في. نورتنا. وأنا بدي نتوحشكم خاطر أنا من الناس اللي كيفاش نعشر والفية والفية أي والفية أي تعاشر وتحب العشرة وتحب الناس الطيبة وتراب الماء والملح بسم الله عليك. نحب العشرة ونحب اللمة ونحب أما مش ديما الحق، مش ديما ساعات نحب روحي جمهور التيران بتي بو ونقعد بينك وبين روحك. صحيح، تقعد هكا بينك وبين لطيفة وتبدأ تحاسب في لطيفة، يا لطيفة علاش عملت هكا، يا لطيفة حقك عملت هكا. يصير هذا مدام لطيفة؟ أكيد يصير. وقتاش فانا مامو تحس روحك لازمك تقعد وحدك ولازمك تحاسب روحك وتراجع يمكن حاجات تعمل مراجعات؟ لا، مش كان كي تصير لي حاجة باش نعملها، تجي وحدها هكيك فجأة بريسكومون نحس يزمني نبعد شوية ونقعد مع روحي ونتأمل ونهز منا ونشوف منا وكذا، وبعد نرجع عادي وترجع تختلط كربيعة بالناس. كربيعة. حياتك الكاملة قديش صاروا لك يمكن خيبة أمل؟ صاروا برشا ولا كانت جيت بالسطر ما صاروش؟ لا عاد ما يصيروش، ما تصورش فما حتى واحد هكيك ما شاء الله ما يصيروا ليش. أنا خيبة الأمل هذيك معناها كي الزيت فوق الماء أختي. وقتاش صارت خيبة أمل هزت مدام لطيفة القفص؟ هزتني؟ هزتك ولا يوم برشا هزيت، برشا هزيت، خاصة كي يبدأ من صديق أو صديقة أو زميلة وواحد أنت معاه باهية وماكش يعني عمرك ما ضريتي ولا تخمي باش تضري، ولا أنا بطبيعتي ما نضر حد ما نخمم باش نضر حد، وحتى اللي يضرني كلمة واحدة نقولها حسبي الله ونعم الوكيل. أكاو أحسن كلمة قلت. لا نحاول باش نلقى شنو نعمل له ولا نخمم شنو لا 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 امبوسيبل. توجعت من زملاء ليك قالوا يمكن توجعت حاجه ما كنتش تتوقعها؟ لا مش قالوا، عملوا عملوا. اي توجعت. فما حتى شكون معناها تحسي تتصوري اللي هي صديقه او معناها حميميه، فما حميميه بيناتكم وكل فجاه ذاك الكل يطلع مش صحيح. توجعت من مدام دليلة مفتاحي؟ والله دليلة مفتاحي ما نحبش نحكي عليها توا، حتى كان وجعتني الحقيقة. وجعك الكلام اللي قالته مع هادي زعيم وقت اللي حاطوا تصويرتك؟ مش وجعني، لا هي حرة في رأيها. أما فما حكيت الهروب من الإجابة في كلمتين، معناها هو الإجابات الكل ماني منطقية، هذاك رأيها وهذاك شنو هو اللي بيناتنا عشرة كنت قابله بالطبيعة أنا وياها. أنا دخلت 74 هي من بعد دخلت في 78 ولا ما نعرفش حسين، وأنا اللي نعرفه 78 كنا في بنات فرق الجهوية فتح المادوي، لطيفة القفصي، دليلة مفتاحي، سعيدة الحامي، جميلة الظريف في سوس، يعني مال بكوش كانت تظهر في قروان وفي سوسة، يعني كنا بنات فرق جهوية معروف خطته شوية الفرق في الكيف، زاد النجي الورغي وعزب الأبيار وسعد محاسن اللي ربي يشفيها، ونحييهم البنات الكل خطر زميلاتي ونحبهم برشا. بعد استمع بعد ولينا حباب وصحاب وكل شيء، معناها نحكي على دليلة وبيناتنا عشرة، بيناتنا برشا ضحك، بيناتنا كانت يعني ثم حاجات نتاع انتيميتي، مشيت لدار حاجات لدار كلينا المول، يعني ثم حاجات اللي قالتها وقتها مع العادي الكل صحيح. كي نتقابلوا نضحكوا، كي نتقابلوا في عمان نخرجوا حاجة حلوة. شنو اللي صار؟ صار شيء، هو ما صار شيء. ما غريبة شوية إجابتها بخصوص. الإجابة في الأخر هو سألها قالها كيفاش أي ما تحسيش ما ظلمت في الدراما، قالت لها شكون يعني معنى شكون، قالها على لطيفة، قالت لها هي
توك هي ما توك الدردر تدردر تصفى تصفى. هو مازال ما هو توا عاد سلقه بفلقه اللي يقول كلمه يلقاها ما بالكش ما قصدت شيء حاجه خايبه ولا ما تحكيش على لطيفه القفصه. انا ما قلتش راي قصدت وما وجعتنيش اكل اللي خاطر نجم حتى انا نجاوب كي سالوني عليه نجم نجاوب كيما نحب انا زاد كل انسان حر في رايه. لكن هو سالك هو كي سالها قالها تحسيش ظلمت في الدراما انت تنجمي تجاوبي بايه لا ما نعرفش ما نتصورش يمكن هك اما مش كي تدردر تصفى. مثالش يمكن انا باش نحكي بلسان مدام دليلة مفتاحي الحيوة برشا ممثلة قديرة اي باش نحيوها باش نبارك لها التوسيم جست خنفسر لك حاجة وبعد نباركولا على التوسيم. يمكن تقصد تقصد كي تصفى يصفى الميدان الفني كل فنان عنده قيمة وعنده موهبة ياخو بلاستو يعني تقصد انك انت يمكن تاخو بلاستك في الفن والعمال الدرامية. انا من فهم مانيش صغيرة شو عش بنتي شو كيفاش انا ما بديتش البارح باش تصفى تو بعد الثورة والبيعات هذه بدينا من 74 مانيش بديت البارح حتى نستنى حتى هي تو مدردرة حتى تصفى باش نلقى بوقاتي. ما هزيتش تليفون وكلمتها؟ ما نكلمهاش هو ذاك رأيها بيناتكم عشرة ما وملح ولا وهي نفهم انا شفتها وتكلمنا واما ما مش مشكلتي ما هو ما هوش باش نلزمها انا اش تقول ولا انا باش نوري لها شنو هو تحكي. ما نجمش نقول لها لا علاش اش تقولي وما تقولي هي حره تنجم تقولي انا حره راه واضح. قلنا اللي مدام دليلة مفتاحي البارح تكرمت في القصر الرئاسي وباركت لها على التكريم. باركت لها البارح في جوهرة فيم وباركت لها في راديو اخر وان شاء الله ديما المبدعات والفنانات متالقين. وانت تراها مبدعه مدام دليله مفتاحي؟ بالطبيعه مال شنو؟ راها بالطبيعه مناضله ومبدعه وفنانه ومرهفه مرهفه احساس عندها مرهف وعندها بيبليك عريض وهنا وفي الجزائر وفي مروك لا كل حاجه بوقاتها. انا كي سالوني نقول الحق نقول الحق معناه مانيش باش نقول راي خايبه ولا خاطر هي قالت كلمه لا مش هكاك. اما انا كي هات نقول عشيرتي حتى انا وكي نتقابلوا نموتوا مع بعضنا بالضحك الحقيقه نفدلك انا ياسر على خاطر مش كيما في الراديو راه نعرفك نعرفك اللي نفدلك جاي نعرفك نضحكوا بالدموع خاطر كنا نباتوا ساعات مع بعضنا ولا كل ما راهو الظروف كيفاش كي نتقابلوا نعملوا خدمه مزيانه مو زوز مناضلات في فرق جهويه حتى لتو يا اخي تو تسخيلي مش نضال هو نضال وكل اما ما نجمش نقول لك كيف راك تدردر تاسفة خاطر ما فماش وين نحطها فماش وين نركبها. شنو معناها ما فماش؟ معناها أنا تو السؤال اللي أنت سألتيهولي ما فماش وين نحطها كي تدردر تاسفة خاطر ماهيش موجودة. لا سينوطا نقولها واضح به. مدام لطيفة لاغاستي البارح كيف ما قلت لك برشا فنانات تم تكريمهم تمنيت تكون موجودة سامحين مبارك نبيها كراولي نبيها كراولي زيدة سوليف مدام سوليف مدام سوليف درصاف الحمداني برشا فنانات البارح كرم برشا فنانات. أنا مبارك المرأة التونسية الكل معناها اللي تكرمت واللي ما تكرمت هو عيد وطني للمرأة إن شاء الله كل عام وأنت حيا بخير إن شاء الله وأنت بالأمثل وربي يخليك وربي يعطيك الصحة الناس كل إن شاء الله ربي يبارك لنا في هالحبيبة الوطن العزيز الضايع ويبارك لنا في المرأة التونسية والله يرحمك يا صغير ولد أحمد في نساء بلادي نساء ونصف وذيك نساء بلادي نساء ونصف للأمانة هو في دار الحق كما يقولوا أنا في دار الباطل وعندي أما ما هيش فوقي تو أول ما كتبها في ورقة كتبت وكتبت ولم يبقى حرف وصفت وصفت ولم يبقى وصف أقولها وأمضي نساء بلادي نساء ونصف كتبها وأنا قاعدة بحذاه صديقي جدا من بعد ما هو شاعر يقطع خاطر يزم يشوف البحر على العروض قطعها كيف في الميزان قلت انا يا اخي ايش تعمل يا اخي مات هو خطرة يكتب واحد هكاك ربع والحاجات قال لي لا راني كتبت هكا جتني
حكاية كتبتها ترى، قلت له وما حليها، قلت له باش تكملها، قال لي لا الذل باش خليك انا ذوكم، خاطر قفلتها من نساء وبلادي نساء ونص تقعد كيك تجي حلوه باش تنكمل انا. هو ما الله يرحمه مقربع الله يرحمنا. اه ملا قلت له اعطيهم لي والله اعطيه لي والله التو عندي اش عملت لها، عملت السكوتش خاطر تعبت بالسكوتش وصورتها برشا مرات، دخل التاريخ معناها عندك، وخليت عندي يعني عندك انت حاجه تاريخيه. اي نعم، وديجا مره وقتها كنا لا يقولوا لك بيحة مدام دليلة مدام لطيفة، ما نبيحاش ما نبيحاش، يعطيك برشا فلوس. لا لا ما نبيحاش، مرة حكيت عليها في راسين كاري وقتها ما كي كنت في الـ FM، اللي هي مخبي عندي ومخليتها كتاريخ، كتاريخ معناه مستحفظة بها. مستحيل تبيعها؟ لا بيعش، انا ما نحكيش عليها برشا وما نحبش، انا توش نعمل لها هكا كواترو، كواترو حلو ونستحفظ بها. شاهدة على عصر مدام لطيفة القفصي، حاجة مزيانة برشا أول مرة نسمعها الحق. أي أول مرة محبي، ولا حتى استدعوني على معناها اللي يعايدوا عليا وكذا ما حبيش نحكيها، قلت خاطر مش وقت، لازم الوقت باش تحكي على حاجة مهمة كيما هكا. مدام قلت لك يعني أنا نحيي الإنسان الكل ونبارك للي تكرموا الكل، أما خصيت بتذكرني بها على خطر قفصي بنت بلادك. وي بنت بلادي، وعلى مش خطر جهويات، خطرة مناضلة، خطرة هي بيدا زادة مناضلة وبدت صغيرة وبرش حاجات اللي كافحت ونازلت ودافعت على تراث ودافعت على موقف ودافعت على قناعات. صحيح. صحيح. يعني نحييها ونبارك لها بكل صدق، أن نبارك لها بجواجية اللي هي وقع معناها تكريم توسيمة، ولو أنها روى شغل مبدع يكرمه ويوسمه الجمهور. هذا كان الكلام اللي قالته مدام جودة ناجح، ولكن مهم عند الفنان انه يتكرم في حياته، لفتة، لفتة مزيانة ونتفكروه ونكرموه ونذكروا بأعماله سيختو. تمنيت هذا مدام لطيفة القفصي؟ ولا أنا بون شو الحكاية ذي، خاطر تكرمت ياسر وتوسمت ياسر، بالعكس أي كلمة توسمش وما تكرمش نحسها ديما هو يقبلي، خاطر ما مانيش أنانية برشا، أنا مانيش أنانية، هو بطبعي الإنسان أناني، الأناة هذيك راهي أنانية، أما أنا لا، اللي ما تكرمش ما توسمش، أي ميساج كي تفكروه، من بعد تو يرجعوا لنا، أوكي؟ يرجعوا لنا، يرجعوا لنا، ما رجعوناش، هنا تكرمنا وتوسمنا والحمد لله. خذيت وسام رئاسي؟ أي خذيت. من عند شكون؟ من عند بن علي. بن علي. متشرفة بيه لليوم؟ لا متشرفة بيه، خاطر كي خذيتها لاني على حزب ولاني على حتى خذيتها على اللي في اليوم الوطني للثقافة. بارح تمنيت تكون موجودة بيني وبينك؟ ولا يلير، وأنا ما مشيتش مش خاطر موجودة يكرموني ولا نحضر شو لا يكرموك، ما تمش استدعاك هما لا استدعونا، استدعوا استدعونا بحكم ان ظهري هاك تشوفيني لطف عليك اليوم، يعني انت ما بون خير شوية والكل ما اعتذرت، اما لا والله لا الحقيقه شو شخت ياسر على تكريم البحاره، على تكريم نتاع البيئه من قصر قفصه اللي هي بلادي، عملت اكستاز على نبيها، على دليلها، على برشا برشا. فما اسامي حبيتهم يكونوا موجودين البارح؟ ممكن ممكن، فما شو نساء ريفيات، نساء ريفيات مشال لهم الرئيس قيس سعيد؟ لا مشال لهم شيء، وتوسيمهم وتكريمهم شيء عندي أنا. شفت شعمل بارك الله فيه، عطي صاحب لفتة كريمة جدا، معناها تذكر فتشكر من رئيس جمهورية، لكن تشوف تمشي لهم طلع عليهم هذه كشيء، وتكريمهم بالنسبة ليك شيء آخر، بالنسبة لي شيء واحد آخر. تكريمها او توسيمها او وكانت قبل ما نعرفش تو كيفاش التوسيم فيه ماديات يعني اليوم رمزيه كذا حاجات اي مسيرش والله يعني لها برشا حاجاتك المراه الريفيه الفلاحه اللي مسكينه تطيح من الكاميون وشي يموت شي يقعد وكل، وتمنيت حاجه اخرى اللي تمنيت حاجه اخرى اللي رئيس الجمهوريه
معناها كي مشي لهم راهو قال لهم سيروا عملنا لكم قانون يحميكم، راهو عندكم تغطية اجتماعية، راهو ما عادش باش تخدموا بك 10,000 تحت حقوقكم محفوظة. صحيتي بون هذوما تمنيتهم، لكن قلت بون يعطي صحة هو بادر وكل، لعل وعسى بالوقت بالوقت يجي. مدام لطيفة القفصي، اليوم أنت كفنانة تونسية وممثلة تونسية، ترى أنه الفنانة المرأة اليوم، خلينا نحكي على الفنانة بالذات، أي الفنانة ما يخذ حقها، ما تلقى اليوم تمتع بحقوقها كما يجب؟ من ناحية حقوقها ساعه حقوقها في الوظائف يمكن الإدارية، أنها تاخو حقها كفنانة، قانون يحميها، لا موجودة في الأعمال الدرامية تلقى بلاصتها. هو المبدع بصفة عامة، معناها احنا توها وقاعد انكور كما يقولوا، قاعدين نجلسوا عليه في مشاورات، اللي هو قانون المبدع. واللي هو مازال ما فيه برشا اختلافات، فيه برشا اختلاف في الآراء، فيه برشا اختلاف في المقترحات، لكن مصيره تو يجي. وقتاش باش يجي حسب رأيك؟ لا لا مازال يبطى؟ أنا بون قبل كنت ديما ما حتى الحضرة نمشيش نحضر، خاطر نعرفها ويمشي على راه. لا توا سي بيان. توا شمعنى سي بيان؟ توا على خاطر عملنا لجان، عملنا لجان وعملنا مقترحات وكونا برشا، يعني عندنا برشا مقترحات في بنود ومدروسة إلى آخره، إن شاء الله على قريب أنا نتصور يخرج. يقول زهير الرئيس الممثل التونسي، يقول أنه اليوم الفنانين متفرقين، اليوم ما همش يد واحدة، القانون هذا باش يتفعل مو لازمكم تتلموا وتكونوا يد واحدة، أنت تقول ما نمشيش وما نسمعش، وغيرك بيقول لا ما نمشيش وما نسمعش. احنا عمرنا شفت، نقول لكم عند الحق زهير الرئيس، بون يعرف منيح وأنا نعرف منيح، كان جينا يد واحدة إيد واحدة كلمة واحدة حتى حد ما يتعدى على حقوقنا ولا فهمت شنو. أما ليه جلنا جلنا أنا خلصوني شو عندي فيها هذيك نزف الفلوس نفسي نفسي لا يرحم من مات صحيتي جلنا هوني الأنانية تخرج. أيوة هكيك إن شاء الله يجي نهار الفنانين التونسة كل يتلموا، إن شاء الله تاخذوا حقوقكم. و شنو ولا؟ ان شاء الله صعيب؟ لا تصورها صعيب. صعيب تتلموا؟ تصور صعيب. شو احنا ثم ناس عاملين دي كلون برشا هكا، هذوما كلون هذوما كلون هذوما كلون، الاخرين هما ذوكم هما ذوكم. بتجي على فما مره انا خدمت في سيبتي العزيزه، وين المشكل؟ علاش؟ انا كنت كان فما جمعه واحده اخرى وانا فكيت لها دورها، فما ناس قلقوا انك عملت دور جمعه. شكون؟ مع برشا ما عادوش يحبوا يعيطوا لي مثلا، خاطر انا معناها محسوبه على نسيبتي العزيزه وعلى جمعه. مش المشكله؟ فسر لي اكثر، شكون هم الناس هذوما اللي تقلقوا انك انت موجوده في نسيبتي العزيزه؟ ومخرجين برشا برشا، خاصه الممثلين، خاصة الممثلين. حبوا هما على الدور؟ ليه ما حبوش؟ لو كان نخدم انا في سيبتي العزيزة، نصور في الفلوس، شوف فيها فلوس الحكاية. باهي حزوك معناها؟ ما نعرفش والله ماني فاهمتهم. غاروا منك؟ حتى باش مستانسة انا قبل نخدم برشا في الراديو. ما عيطوليش خاطر راني نخدم في سيبتي العزيزة. شافوك معناها انت تخدم في سيبتي العزيزة؟ اي زادو. الدزة كاينة. الدزة. موجودة. خلي غيرك يخدم. لكن فما مخرجين يعرفوا اش يعملوا وينجموا يشوفوني في هنا وغاديكا وفي سيبتي العزيزة ومش في سيبتي العزيزة العزيز إلى آخره. أنا شو من كان اللي مكتب لي ناكله، وحتى اللي نفهم شنو قاعد يعمل في مخه نتفع عليه ذا، وكما قلت لكم نقول حسبي الله ونعم الوكيل. دونك هذاك علاش نرجعوا لكلامك، عمرنا الممثلين ما نتلموا. لا ما نتلموش. صحيح. جينا باش نتلموا، شو تنقول لك حاجه؟ توا شنو هي المشكله صايره بين هي؟ ما فماش مشكل من اصله، وانا واني باش نتدخل بينات حاجات ما تهمنيش جوده ودليله ودليله، شنو هي المشكله هي؟ توا جوده قالت
دليل ما عجبتهاش في البلدية. هذا اللي سمعته وقت لي مع فكرة سامي. فكرة سامي فهد. شنو هي المشكلة؟ في شي مشكل هذي؟ رأي ويحترم. رأي ونحترم. كنت تقص فم معني متقوليش شوشرة وحالة وحليلة وكلمات وتدخلنا في متاهات وتدخلنا حتى في كي نشوفك ما نكلمكش وكي تشوفيني ما تكلمينيش وإلخ وإلخ وإلخ. أوكي لويش زوبها في فنجي مبسطوها لو لا زوبها في درشنو هاو يسفيت القلوب والبارح شافوا بعضهم وسلموا على بعضهم تي لا محالة إن شاء الله هذا يصير زيد أنت ومدام دليلة تشوفوا بعضكم وتوضحوا يا ما بيناتنا حتى مشكل ما بيناتنا حتى مشكل أنا تسألت علاش تقولها كيكا كي يسألها ما يسألش أنا بنتك نجي بنتك ويمكن نجم نعطيك نقول لك حاجة راهو العبد كي ما يستفسرش وما يسمعش من الشخص هذاك ينجم العبيد تعبي له قلبه لا 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 اسمع اسمع وهو يتخيل حاجات أنا لا عندي عباد يعبولي لا فما عباد في بالهم بالحكاية اللي حكيتها لك أنا ما حكيتهاش للعباد حتى باش يعبولي ما نحكيش أنت وحدك حتى تتخيل وحدك لا ما نتخيلش أنا أترافير ما نتفرج أنا ماني نتفرج عندي قناعة شو اسمها عقلك في راسك تعرف خلاص ونعرف نتفرج على الحاجة نفهم ما هو المقصود فهمت السؤال شيء والإجابة شيء علاش أنت سألوك حاجة نجم يجابوا بأي لا ما نعرفش بلكش برشا إجابات رامهم بالنسبة لك راوغت في الإجابة حبتش تجاوب هربت راوغت بالإجابة اكزاكتومون مانيش خايفة باهي مدام لطيفة قبيلة كانت بحثية مدام جودة ناجح وسألناها على الإعادات قلت لها فما برشا فنانين يحبوا يخلصوا يقول لك هذا حقي إنه العمل يتعاود إنه حقي كممثل نخلص قالت لي برشا ناس باش يستغربوا برشا ناس باش يتغشوا عليا كي باش نقول لهم إجابتي والإجابة كانت خلصت محبة ومحبة الناس يزي في البرك توافقها ولا لا ما نوافقهاش الحقيقة علاش فما شكون يخدم باش يخلص باش يعيش ما نتصورش يعني انت تحبيني استدير شبعت انا نشبع في كوتي نتاع عاطفي ما نعرف اما كوتي كرشي ومعتي ما نشبعش كنت صغاري ما نشبعش كنت كرية كنت ذوي ومية و يعني فهمت شنو والبوند ذا بالذات نجروا عليه من العادة ما بين الحاجات اللي قاعد تجروا عليه نجروا عليه شو أنا إذا كان كنت موجودة في بقعة ودخل راني نتحدث على البوند ذا خاطر مرة خدمت في فيلم أمريكاني مشى على روح الفيلم نسيته تلقاك ايه بنتي جتني ماندا قبل ما كان شكل ماندا مينوت الماندا العادية جابيني البوستاجي قلت له شنو هي هذه قال لي ماندا منين يعني انا ما يبعثونيش ماندا شكون باش يبعث لي ماندا قال لي من امريكا نعم من امريكا قال لي ودي ثبت قال لي من امريكا ودي يشبه يقرا لي ودي قلت راكم غلطين هذه خطيتني انا عندي شكون يبعث لي انا من امريكا اختك وخفت كنت يطلعوا شي عصابة هذوما ولا ومخي يبدأ يخلوض سرحت بعيد وربطها برشا برشا حل ربطها باللي تصوري في مخك كله حاصيله بعد قلت انا جيت باسمي جيت نزاو نشوف هزي تبديش شي نقرا حتى نلقى اسم الفيلم اسم الفيلم بالعمل دخت ما تقولش بيهم بعثين لي ماندا ما مخلصوني أنا معناها عودوا الفيلم لا خطر ويتبث أختي بالعمل وليت نبكي غضت كيفاش أمريكان تفكروك في تونس بلادك لا قلت ذوما وين باش يعرضوني أنا باش نشيخ معناها فهمتش نقصد وفعلا وين يعرضوا الفيلم وين هو يتعرض يتبث وين أنا جيني ماندا حتى أنا أي فيلم أمريكاني يقول لي باش تجي تصوري ولو قاعدة ما نتكلمش ما تمشي ما شنو نمشي جي ماشي نجري زاد إيه ماكش في الدور خد تعرف اللي باش تخلص ثاني يوم ثالث حتى احنا شو فيلم أجنبي باش يعيط لك باش يعطيك البطولة راهو ولا حتى روسو غورو ما ثماشي منه
كان الفيلم هذايا زدت فيه انا كلمه امبروفيزاسيون او انا بالعربي انا وهما ايش اسمه يعملوا ترجمه معناها انا زدت كلمه ما كنتش نتكلم جمله زدت كلمه من عندك اي انا معناها كاجي امبروفيزي وهما حبوا عليها خلاها سينو مانيش باش نتكلم برشا معايا دايوغ ولا راك توا في الاعادات راك توا مدام لطيفه عندك باهيه مرخينه باهيه اي شفتي وش تاسفت كي قفك الفيلم اش تاسفت قلت ما عادش يعرضوا فيهم خاطر ديجا ما عادش يجيني حتى شيء بالك النهار من عرفت يعاودوا يعرضوا طاقة تجيك مادة زادة فجأة ومزيانين الفلوس هذوك اللي يجيو على غفلة وأي حسرة وتوا احنا مثلا كما تحكي انت في القناة الثانية يسمى إعادة تعاويني ساعات يعاودوا حاجة وانا صغيرة اخوة وزمان ونقول حسرة منين كنا صغار وكل حاجة ودا نستحضر فيك ذكريات وصار بيناتنا وشكلينا بلوش يتعاود بلوشي اوكي هذا ما هو مش ما يجيش كي يبدا عندنا قانون مضبوط وفيه شنو اللي لينا وشنو اللي علينا وقتها يولي عدانا نوقف له من احلامك ولا ما تعديش من احلامك اللي تحبها تتحقق بها اللي مدام لطيفه القفص ولا من احلامي لحق شو تنقول لك حاجه توكي تجي تفركسي مثلا جودة ناجح انا ايس حراث داشكون يا اخي كان جاك اللي يتعدى الكل يخلصوا راه لاباس ما يسحقش باش يقول لوزيره الثقافه ولا وزير الثقافه ولا رئيس الجمهوريه راني مريض اعطوني منحه هاكا لاباس عليه يمشي يصرف فليساته مازلنا بعاد وان شاء الله ان شاء الله نقربوا حتى شويه وان شاء الله تاخذوا حقكم هذا حق ان شاء الله بنيتي ان شاء الله ما يهرب منه حتى حد مازلنا مواصلين معاك مدام لطيفه القفصي حتى مدام لطيفه القفصي الكلام ما حصل وليد الصالحي جيت نعوم الموجه قلبني جا بحذايا وحكي لي قلت له علاش مدام لطيفه القفصي بالذات قال لي ما تنجم تكون موجوده فيها كاين لطيفه القفصي على خاطر الغنيه ذيك عندها حكايه معاه حكي لي الحكايه والله هي مش حكايه خاصه عملناها في مسرحيه عمر بالزور هو شافني معناه بدأ في دور امه نجم نكون كان انا اقرب ممثله نكون على خاطر زاد هو حابك كانه لمس التكريم وفعل المسرحيه كالعمل ذاك اللي نجح ودخل التاريخ كان اللي يجيب هو لو كان جاء حتى فما عبده مثلا انا مشغوله ولا ما وفقتش لو كان جاب ممثل من فرقه قفص حتى بابا خاطر تجي الحكايه ماهيش يعني حب يعمل تكريم لفرقه قفص اي صحيح خاطر مربوطه عمار بوزور بفرقه قفص بجيت نعوم الموج قلبني عجبتك التجربه كيفاش عجبتني هو انا بالذات هو عجبني برشا كفنان انسان كاخلاق محليه وانا هذوما يهموني برشا في الفنان في اللي باش نتعامل معاه سمعت جيت نعوم الموج قلبني بفيرسيون تاع كافون وليد الصالحي وين عجبتك اكثر لا والله شو ما نحبش ان كافون موت عليه نحبه كافون حاجه عملها والاخر اخذ توزيع حاجه اخرى كل واحد مختلفين ما عندهمش علاقه ببعضهم كل حد وزع في شنو يحب زوز سمعتهم تاع كافون سمعتها والحقيقه عجبتني ما في باليش وليد باش يعمل حتى وليد كي سمعني الحكايه عجبتني انا لو كان ما عجبتنيش انا ما خدمتش خاطر وخدمت متطوعه ولا خدمت باجر ولا شو هي الحكايه حتى ولو هو اجر راه ماهوش الاجر يعني كانك تعاوني فيه هي معناه هو شنو باش يصور منها برشا تفاصيل ما هو الله اعلم قديش تكلف لها مانيش باش ندخل في البيعات هذيا ما تهمنيش اما هو نتسمى خيين احنا نتعاملوا مع بعضنا جيست مزيان عملت اي ماهيش هي اي عبد القادر مقداد نعرفوه اللي هو كان في فرقه قفصه في عمر بالزور بعد على الاضواء بعد على التمثيل
عندك معاه معناها فما تواصل تكلموا تتصل بيه؟ ايه من شنو؟ علاش بعد مدام لطيف؟ ولا شو انا حكيت عليها ديجا حتى في التلفزة حتى في الجرائد في الراديوات وكل بعد ما عادش صارت لحاجات جوست مع وقتك الفوضى نتاع الثورة وإلى آخره من عدة معناها كثلة من شباب مسرحيين هما من قفصة وأساتذة مسرح هو شبه تعسف شبه نكران للجميع مش شبه نكران للجميع لكن أنت كتجي تشوفي عبد القادر مقديدرة وركيزة من ركائز المسرح التونسي والجهوي واللي تحبيه والعربي أكيد من تخلى التاريخ من باب العريض وما يتنحاش وخسارة اليوم اللي وخسارة خسارة كبيرة اليوم اللي ماهوش موجود على الساحة المسرحية في تونس والفنية بالتالي معناه فهمتي برشا برشا ممثلين صار لهم هجوم بعد الثورة ولكن شدوا صحيح وكملوا هو ما استحملش لا هو قعد كمل حتى خذ لانتريت كمل أكها. ما عندوش نية للرجوع؟ ما قاليش الحقيقة من تتصور أنت حسب معرفتك به نجم يكون يجيه دور وإلا عمل لي خليه يرجع؟ لا دور أدوار برشا جوه تكلموه الدرامية؟ درامية تلفزية لا ما يحبش الكل هو ما يحبش يجاوب على إذاعة ولا جريدة ولا تلفزة ولا لا المهم مش اعتزل ما نجمش نقولها خاطر نجم بعد خذيه هدنة خذيه هدنة بعد على الساحة الفنية أنا بس عليه صحيا معناها من خلال أمواجكم صحيا لباس عائليا لباس مخه لباس أمورها كل 20 20 20 سلموا علي برشا الحمد لله نسلموا عليه ونحيوه تحية كبيرة برشا سلموا علي ونكلمه ويكلمني وأموره لباس أما بعد إن شاء الله يرجع إن شاء الله احنا نتمنى ويرجع خاطره ممثل كبير وقدير وأنا وخسارة من خلالك تونس. بيان سور من خلالك أنت نسلموا علي برشا وإن شاء الله نهار من نهارات نسمعون إن شاء الله وبالك شي عايش ليه ميجيش ستار تايم زعما تعملنا واسطة مدام لطيفة ولا حبها ولا صدقيني ما خليتش ما عملت عمل لنا واسطة لي قل له أميمة سامباتيك وجيت أفرح بيك وين سلم علي برشا الفنان عبد القادر مقديد اليوم نحكيه على مسرحية للأطفال أيرو الشجاع إيرو الشجاع اليوم موجودة في المهرجانات إيرو الشجاع نص محمد عروس وإخراج محمد علي أحمد نص محمد صالح عروس محمد صالح عروس ومحمد علي أحمد اللي هو المخرج سينوغرافيا إيمان سامت اللي هي زوجة سي محمد صالح عروس أحكي لي عليها شوي هي عمل الأطفال الشريحة معينة من الأطفال لكن نجم يتفرجوا حتى الكبار بحكم القصة تشد عاملين احنا عنا بيداغوجيا معينة ومنهجية معينة نخدموا عليه اللي هي تجمي تجيبي صغيراتك حتى انت تقعدي تتفرجي وتلقى على شنو تتفرجي ما تقلقش وانت تتفرجي مع صغيرك ما تقلقيش فيها جمالية ركحية فيها جمالية صورة فما مراوحة بين الصورة اللي هي ما بين السينما والمسرح تلقي موسيقى حلوة تلقي سورتو معناها الإذاعة حلوة برشا موجودة يعني الكل شيء نجم يشدك ككبير كصغير احنا نعملوها ما بين ماذا بينا معناها الشريحة تكون ما بين 10 سنين ولا 14 سنة ل 16 سنة وهما يجوا مخلطين ساعات يجي عمو صغير بالكل ويتشد في عوضه يقعد يبكي ولا عيطي يقعد يتفرج ويتشد هو هي فيها برشا توعية للطفل وللعائلة زادة اللي يخلوا صغارهم ياسر يتفرجوا على التلفزة وعلى الصور المتحركة اللي ما تكونش فيها رسائل توعوية أو توجيهية أو حاجة لك الطفل ذاك اللي انت مخليته كما نقولوا 3-4 سوايع لظروف معينة يتفرج وإلا في التابلت وإلا في التليفون بطبيعة باش يتفرج على فما إقبال يجي وصغار يتفرجوا في المسرحية اليوم نحسوا الصغار كانهم شوية مدام لطيفة بعده لي تابلت عمرهم كبروا قبل عمرهم اي فوالا أو لي ستوري تلقاها صغيرة عمرها 7 سنين 8 سنين تعمل لك دي ستوري تعمل لك فيديوهات وتتفرج على التابلت على اليوتيوب
بعده شوية على المسرح ولا مازال فما من يمشي؟ الشخصين نحب نرجع أنا والمجموعة اللي نخدمه مع بعضنا، المخرج والمدير والبر، يعني ماذا بينا ندخلوها الثقافة هذه، نعاودوا نرجعوها نحييوها، نحبوا نحينوها ونعاودوا نرجعوا الطفل للحياة العادية، خاطرنا تو الطفل نحس فيه هارب من الحياة العادية، هارب من الطفولة، هارب من الطفولة ومشي للحاجات شنية الله أعلم، قبل عمره قبل عمره قبل عمره، ولا يحكي بالصعيب ولا يفكر بالكبير، ولا نشوف فيهم بنات وأولاد معناها انكرويابل، حاجات غير بالحق غير عادية، غير منطقية، غير معقولة مقبولة فريمون. أنا قديش ليها معناها من سيد قلوب كانت فيها زادية المسرحية نص محصل حاروس وخرج محمد علي أحمد إنتاج مركز فنون درامي روكحية إدارة لادي عباس. يعني وسر محبتك للمسرح الطفل مدام لطيف؟ لا شو هو المسرح اون جينيرال، نحب المسرح أنا راه إيه، ما عندك محبة زيادة لمسرح الطفل؟ الدودة ما حبش تنحى، اللي خلاني ننتقل معناها هنا اللي نحب نعمل مسرح الطفل هذا اللي كنا نحكوا عليه، هروب الطفل من الطفولة على خاطر يولي بعد يولي بيرتوربي، يولي هو عمره 10 سنين، تلقى بنية عمره 10 سنين وتحب تماكيج مثلا عمرها 10 سنين قبل العمر وتحب تدري شنو تعمل وتعيش في العالم الافتراضي، ما تعيش وتعيش في العالمك الافتراضي، ما تعيش الواقع، ما تعيش حياتها، ما تعيش سنها فوالا. هذاك وين انا حبيت ان نرجع شويه، مهم وبالحق يعطيكم الصحه، ان شاء الله ننجح فيها ان شاء الله ان شاء الله. وطبيعتها فما عندنا زاد برشا شباب هما المحاله صعب صعب برشا شباب، وحتى الطفل وفي المركز فما ورش تكوين ممثل الحقيقة، كل مرة ناخذوا حيد وحيدة، كل مرة يعني نحاولوا نشاركوهم للتكوين للرسك أو كي يخدم أو كي يعني لترغيبهم باش تحبوهم أكثر، خاطر توا يجي مثلا في ورش تكوين ممثل ويعرفوا تكوين ممثل على الركحو، لا يبدا ماذا بيا يلقى كاستينج باش يمشي المسلسل يخمم طول يزرب درجه لا مزروب ما هو احنا في وقت السرعه هذاك، علاش ما نصبرش؟ ما عنديش صبر، لا شاشه انا اللي نعرفه واللي ديما نقول لهم اللي يطلع يجري يجري صحيح، اللي يمشي في صافيصه يزرب عمرك شلاريتي حيط ساسه باهي ومبني قد هكا ما مرصف وكل شيء طاح، الحيط اللي تلقيه خايخ من لوطه ومعوج لازم يكون هيتي. على باز صحيح، على اسس صحيحه ايرو شجاع، وين باش تكون وين ينجموا يتفرجوا عليها؟ ولا ايرو الشجاع ايرو ولا ايرو؟ ايرو ايرو قبيله قلت لك ايرو، قلت لي ايرو، لا ايرو انا قلت لك ايرو، انت قلتي لي ايرو انا قلت لك راي ايرو 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 الشجاع ايرو. أنا تعديت في حاجة بقايا أخرى ما سميتش التقنيين اللي هما جنود الخفاء واللي هما حيوهم برشا نحترمهم برشا وبرشا تعب وبرشا يعني نضال عندهم، نحب نحيي برشا أسامة فرحات ومحمد الفاضل خنوسي، هذا أسامة فرحات من الحاجات اللي هي مهمة باش نقول عليه ونحيي تحية كبيرة برشا ومبارك لعرسة اللي هو مازال عروس، يعني ريتي كيما نقولوا عرس البارح نهار برك وبعد جاي يعرف يجي جاي يبرف يبرف معانا. تحية اليوم برشا هذو موجود تخفي، وتحية للفريق العام الكل. بون انا سميتهم كان نجمش يسميهم عاش وقت، سميلي في تحية حمزة بن داود هو من الفرقة من قبل معنا معروف، إيمان مماش، أحمد حمودة، قليعي حرافي، منصور بن زين، أحسن بالربح، وعواطف مبارك، هذوما المجموعة الكل اللي محيوهم برشا حيوهم برشا العروض؟ لا توا مازلنا ما عندناش اللجنة إن شاء الله في سبتمبر وننطلقوا، ربي يخي بقى علينا سترة من كورونا
ونعرضوا ولاباس والحمد لله. ان شاء الله يا ربي نجحنا ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحة على الاستضافة. ويعطيك الصحة ليك انت ومحلاها قاعدة مدام لطيفة القفصي. ان شاء الله لاباس، رد بالك على روحك وان شاء الله بالتوفيق ليك، ونتمنى لك برشا نجاح وبرشا توفيق. ان شاء الله ديما تطل علينا. ميرسي بوكو.